السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كما عودتكم في الفيديوهات السابقة قبل بداية كل مباراة مهمة لدينا كنحن كشعب جزائري، طبعا أأتي لكم بالتشكيلة المتوقعة بقوة. طبعا أعزائي المشاهدين، سيلعب النادي الإنجليزي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، وطبعا سيفتتح ستاد سيلهستر بارك ابوابه لاستضافه مباراه التي كما قلت لكم ستجمع بين هذين الفريقين الذين ستقام يعني هذه المباراه غدا اي يوم السبت 19 اكتوبر سنه 2019. وطبعا ذلك في اطار منافسات الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي الممتاز سنه 2019-2020. طبعا نتكلم عن الغيابات يعني واضحه كوضوح الشمس. الغيابات في التشكيله المتوقعه لنادي مانشستر سيتي، طبعا سيفتقد نادي مانشستر سيتي العريق كل من اللاعب اليوريساني وجون ستونز وكيفن دي بروين في مباراة كريستال بالاس. طبعا تقولون لماذا؟ وطبعا هذا أعزائي المشاهدين بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق إلى أي لاعب آخر بسبب يعني الإيقاع. طبعا أعزائي المشاهدين كما قلت لكم هؤلاء اللاعبين التي أشرت لهم يعني الآن هم اللاعبون يعني لن يكونوا حاضرين في هذه المباراة التي ستجمع بين فريقين نادي مانشستر سيتي وكريستال بالاس، لأنهم يعني مصابين وبداعي الإصابة. وطبعا من المتوقع أن يبدأ بيب غوارديولا اللقاء بقوة، يعني تقولون لماذا بقوة؟ لأن نادي ليفربول المتصدر يعني في الترتيب البريمير ليج أعزائي المشاهدين، يعني هنالك فارق شاسع بين هذين الناديين اللذين دائما يعني بينهما تحدي كبير. وطبعا سيبدأ كما قلت لكم بيب غوارديولا بالتشكيلة المعتادة هي 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي. طبعا مازال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لحد الآن. طبعا اعزائي المشاهدين التشكيل سياتي كالتالي: في حراسه المرمى المتاكد منه كوضوح الشمس هو يعني ادرسون والكسندر زيتشينكو، نيو كولاس اوتاماندي وفرناندينيو ووالكر وايكلاي غاندوغان ورودريجو هرنانديز وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وجابريال جيسوس، واخرهم اعزائي المشاهدين النجم الدولي الجزائري رياض محرز. يعني متوقع ان النجم الدولي رياض محرز سيكون يعني لاعب بحدود كبيرة، سيكون لاعب أساسي إن شاء الله، وأقول لكم لماذا؟ لأن يعني في المباراتين الأخيرتين قبل مباراة وولفرهامبتون التي يعني أطاحت وولفرهامبتون بنادي مانشستر سيتي، قبلها كانت مباراتين النجم الدولي الجزائري رياض محرز انفجر في الميدان، رسم العديد من اللوحات الفنية، قدم تمريرات حاسمة، سجل أهداف، وأخذ في مباراتين متتاليتين العلامة 10/10، يعني علامة كاملة، ولهذا أعزائي المشاهدين حظوظه مرتفعة للعب في مباراة اليوم الغد. وأيضا لا ننسى مع المنتخب الجزائري اي فريقه الاول يعني سجل هدفين وقدم تمريره حاسمه ضد كولومبيا، وهذا مما جعل يرفع معنوياته ويعني سيجعل غصبا عن بيب غوارديولا ان يشركه كلاعب اساسي. وطبعا اخذ علامه 9.9 ولو لم يخرج من المباراه، يعني تلك المباراه خارجة يعني في الدقائق الاخيره من عمر المباراه اخذ علامه كامله 10/10، وطبعا ثلاث مباريات متتاليه اخذ علامه كامله 10/10، فيعني مستحيل ان بيب غوارديولا لن يشرك هذا اللاعب. هذا توقع اعزائي المشاهدين، اتمنى ان هذا الفيديو قد اعجبكم، لا تنسوا نشره مع اصدقائكم، ولا تنسوا ايضا تدعيمنا بلايك اشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.